إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخواني؟ أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. معنا لعبة حصرية وهي صادقة 100%، وإذا أحببتم التأكد من اللعبة كيف ما بغت تكون، أي تطبيق أي لعبة كتب اسمية ديالو بالفرنسي، ما تكتب لا شرح دهالة ولا إلا طلعوا لك الغرب دير إثبات السحب تشتغل في اللعبة، ما بالكش إثبات السحب ما تشتغلش في اللعبة، أن الغرب يعني كيدي داك الشيء كيحطوك فوق الطابلة داك الشيء على المباشر. احنا مازال كنديروا مثلا انا ما كنعممش، ولاني كاين واحد الفئه يعني كتحتكر المعلومه وكتحتكر التطبيق حتى كتستافد منه، حتى كيولي ما كيبقاش يدفع ولا كيولي يعني في فيه شي شروط يعني اللي قاصحه، عاد كيبارطاجي مع خوته في الاول يعني ملي كيكون التطبيق يعني كيدفع وداك الشيء يعني ما كيتسوق لكش، ما يعني فهمتوا كيفاش الطريقه ديال اللعب؟ هي سهله، كتركز على هاد المجوهرات هنايا، فيما بانك يعني القضيه ديال المجوهرات يعني سبعه هنا كتختار اسماك يعني اسماك كثيره لكي يعني تضعف ارباحك. انا هنا يمكنك مضاعفه هذه الجوهرات، خليها تطلع لنا جوهرات بعدا، يعني جواهر ما كاينينش هنا، ما طلعوا حتى شي جوهرات. نعاود نديرو مساله، دابا راه الكونيكسيون اخوتي هي اللي ناقصه، ماشي باش لان الجواهر انا عندي الجواهر قلت لكم انا تقدر تضعفها في 8 المرات، تفرج الاعلان تضعفها في 8 المرات، كان حنا ما راكو عارفه دابا الفيديو دابا كنسجلوا فيديو ما بغيناش الفيديو يجي طويل. نقول لكم الطريقه الثانيه، ايوا كوليكت صافي، الله يرحم الوالدين، ما بغيناش نضعفوا ما بغيناش نتفرجوا الاعلان، يلا بقاو على كتكوان صغير شي. ديما خصك فهمتي تغوت على التليفون باش كيخدم التليفون، راك ما غوتشيش عليه ما يخدمش، لان الحاجه فهمتي ملي كتجي معها بالسياسه ما كتبغيش تخدم. سبين هنا كتفرج الاعلان تقدر تجيك حتى 3000 مجوهره كما قلت لكم، شي باش مزيان يعني السبين، ديما اي لعبه فيها السبين خدم عليها، السبين راه هو اللي كيساعدك باش تسحب في النهار. وانا ان شاء الله ملي نوصل لاثبات السحب ندير لكم اثبات السحب، انا هادشي كامل كنعطيكم راه صديق ان شاء الله، انا غير باقي ما وصلتش لاثبات السحب يعني فتي باش تشوفوا داكشي على عينيكم. كما قلت لكم تقدر تجيك حتى 3000 جوهره، جاتنا هاد الكوينز هادو كتشري بهم يعني فهمتي، كتشري بهم يعني تقدر تزيد بهم الطول يعني فهمتي، باقي فينا تهبط الصناره مثلا يعني بحال دابا هبطات 80 متر، الى زدتي هنايا، الى زدتي ضغطتي هنايا في هذوك المسائل هنايا كتزاد يعني الغرق، تقدر تهبط حتى 120 متر و 160 متر، كيبانوا اسماك جديده وكيبانوا جواهر جديده. انا كنعطيك في تغيير استراتيجيه فانتوا انتما تكملوا مع عقلكم. الحمد لله انا بدا كنعطيك شي حاجه صادقه، شي حاجه لا تشتغل عليها فانتوا تشكرني من بعد تقول لي الله يرحم الوالدين. فهمتي ما نقدر انا فهمتي، انا ما باغي لا مشاهدات لا والو يعني فهمتي، راه غير استفدتي ويعني انا ممكن علاش نبغي نشد بنادم، نبغي نجيب مشتركين اوفياء. الى عطيتك شي حاجه صديقه راه كتبقى مشترك عندي وديما تبقى متبعني، وانا راه نضحك عليك اليوم نضحك عليك انت تشد هذه اللعبه لقيتيها يعني في كاذبه، المره الجايه باش تفرج ليا وفهمتي باش تشترك عندي في قناتي. يعني هذه هي الاستراتيجيه اللي خصك تفهموا اخوتي، ملي كنقول لك شي حاجه صديقه عرفها صديقه. علاش انا فتي ما كنبقاش يعني 5 الفيديوهات في النهار ولا 6 الفيديوهات في النهار؟ لانني ما كنبقاش نكذب على عباد الله نجيب مشاهدات نجي هكا كنستغل في الناس، لا كما قلت لكم يا اخوان. نشوفوا بعدا طريقه السحب، هضرنا اخوتي راه الكونيكسيون اخوتي هي اللي دايرها، الكونيكسيون هي اللي شويه محنانه شويه، راه ملي كتقول الكونيكسيون اخوتي يعني راه فهمتي باش تعرفوا فهمتي بان الشيء راه صعيب شويه، راه الكونيكسيون فهمت، راه الكونيكسيون ما عنديش كونيكسيون فهمتي مزيانه، عندي كونيكسيون ناقصه، ورغم ذلك كنشتغل، ورغم ذلك يعني فتي مستمر تقريبا يوميا كنلوح لكم فيديو، ولا يعني فتي باش ما تقولوش يعني فتي راه ما مسوق ليناش ولا. نعاودو ندخلو للعبة اخوان، يعني راه الانترنت ضعيفة باش نختصرو الوقت شوية، نوريكم غير الطريقة دابا ديال السحب وشنو المزايا اللي كاينة في هاد اللعبة هادي. كاينة هاد الطريقة اخوتي هادي ديال يعني 325 مجوهرة كيعطيك 5 دولار، ما تدخلها ما والو السبين تجيبها. هنا كيعطيك السبين كما قلت لكم 3000 جوهرة، تقدر تجيك 3000 جوهرة ونسيوها دابا، تقدر تجي ان شاء الله 3000 جوهرة. دابا نشوف هاد الاعلان ونشوف هاد 3000 جوهرة اعلان اخوتي، ها بعدا 5 ثواني مزيان، وكان جديد 30 ثانية نحيدو، انا اللي ما بغيتش الفيديو يجي طويل.
شوفوا ان شاء الله تقدر تجيب 3000 مجوهره كما قلت لكم. هاي جات دابا شحال جات؟ جات في 60، ماشي مشكل. المهم يعني علاش؟ لان هادشي راه ما يمكنش انا فتي تدخل 10 دقائق انت تربح 5 دولار، خدم واحد ساعتين ولا واحد النهار كاع، يعني فتي ماشي نهار تقيك عافاك ملي كتعيا عاوتاني كتحط التليفون ديالك وشوف عاوتاني في السبوع تقضي شي غرض. هنا كل واحد يعني انفيتاتي كيعطيك 2000 نقطة، 2000 مجوهرة، كل واحد يعني كل صديق ديالك تيجي بالرابط ديالك تجي دخل هاد الكود هذا يعني، وتعاونوا شوية فهمتي السبين وشوية تلعب وشوية الأصدقاء ديالك يشتركوا معاك باش تسحب، باش تقول يعني فتي تركز يعني فتي غير الصنارة، الصنارة يعني فتي راه كتمحن شوية فهمتي. ديما حاول تشتغل عود راني يا اخوان، ديما حاول تشتغل بجميع المزايا اللي كاينة في اللعبة، سبين وتانفيتي صحابك، ويعني يمكن لك تضاعف هذه في 10 حتى هي مزيانة. انت هي دابا نضاعفوها في 10 تولي عندنا 100 مجوهرة، هانتوما تشوفوا اخوتي هاي فالبلاصة هي دابا عندي 8986 يعني فهمتي، ولا اخوتي يعني فيما فايتة فيها تقريبا 10 دقائق تقريبا بحال هكا اللي خدمت فيها 10000 نقطة. يوا ندير اسيدي انا خدمت فيها ساعة غنجيب 5 دولار ديالي الشيخ فهمتي، يعني ما ديما دير الحماس خدم. وتبارك الله عليكم اخوتي، وان شاء الله تلقاو يعني الرابط مباشر، ما كاين اختصار الرابط الاول هو رابط مباشر، وتلقى الكود بغيتي تعاون معايا مرحبا، بغيتي تعاون معايا ماشي مشكل. هاني يا اخوتي والحمد لله انا نبغي لكم غير الخير، نبغي لكم ان شاء الله تربحوا. وبالنسبه راني قلت لكم الطريقه تاع الباي بال اللي بغاها يعني راه طريقه اعتياديه وسهله، نقدر نقول لكم كاع في 10 ثواني. اتمشي لاقرب بنك عندك تقول له اخويا بغي نفعل الباي بال، تهضر مع المدير اي يقول لك اختار واش فيزا ولا ماستر كارد، اختار انت اللي بغيتي. غير المزايا ديال ماستر كارد هي انك ما تقدرش تخرج الفلوس، هي يعني كتفعل بها الباي بال وتقدر يعني تشري بها تسوق بها من الانترنت، تشري بها اي حاجه من الانترنت. بالنسبه للبطاقه ديال الفيزا كتخرج بها الفلوس من الباي بال، غير انها الفيزا زايده شويه على الثمن، داكشي علاش داير انا ماستر كارد. ان شاء الله انا فهمتني ملي ولا راسل في الباي بال ديك الساعه نحاول نغيرها حتى ندير فيزا يعني باش نجيب الاموال. وكما قلت لكم النصيحه اخوتي، الاموال ديال الباي بال ما فهمتي حاولوا ما تجبدوهمش، لان هذا كيتسمى البزطام ديال الانترنت فهمتي. تقدروا يعني تضاعفوا الارباح ديالكم بدوك الفلوس اللي كاينين تما. فهمتوا اخوتي، وتبارك الله عليكم اخوتي، واي استفسار قولوا التعليق ان شاء الله، وما تنساوش تشتركوا في القناه، والى اللقاء.